مشاهدي جريدة وموقع أهل مصر، إحنا متواجدين معاكم النهاردة في منطقة بجوار تقريبا حي الجون، علشان نتكلم عن قصة كفاح سيدة فيومية كانت طبعا متزوجة وتم الانفصال ونتج عنه طفل، وبعد كده تزوجت وجوزها أصيب بأحد الأمراض المزمنة ونتج عنه أنه هو هجرها هي وابنتها، فاضطرت طبعا للنزول للعمل بعربة للمشروبات الساخنة والبطاطا والاندومي لطلبة وطالبات المدارس. عرفينا بحضرتك يا مدام سعاد. اسمي سعاد. استاذنك بس على صوتك. اسمي سعاد محمد جمعة. كلمينا، مين جاب لك فكرة المشروع وليه نزلتي عملتي المشروع؟ كلمينا عن قصة كفاحك وشغلك. حضرتك انا كنت متزوجة الاول. تمام. وطلقت وجوزت راجل دلوقتي، والاهل جوزوني انا كبير وكده. كبير شويه على المعاش. فهو قاعد معانا، كان قاعد معانا من فتره، فمره واحده هو سابنا دلوقتي وقاعد عند ولاده جت غلطه في دراعه وفي رجله. فاضطريت ان انا انزل للشارع لان انا اشتغل، بس للاسف نزلت انا اتمرمطت مرمطه جامده جدا من الشارع وبهدلت. يعني احكي لنا ايه اللي بيحصل معاك؟ والله اللي بيحصل كتير، من مرافق ومن الحي ومن كل واحد شاف اي ست واقفه تشتغل بادب وكل حاجه، مش عاوزين بالادب معاها. مبهدليني جامد. يعني احكي لنا بعض المواقف، معلش انا عارفه ان ده بيبقى شيء صعب على الست، لكن احكي لنا بعض المواقف اللي ممكن ان هي تتحكي اللي انت تعرضت لها مثلا اثناء العمل. اثناء العمل انا كنت شغاله الاول، فكنت فاتحه بدله وكنت واقفه قدام المحافظه نفسها، بعد المحافظه في الشارع اللي هو في الميدان. تمام. ماشي. فجت عليا اللي هم المرافق كام مره، فرئيس الحي نفسه انا اترجيته ان انا ادني هناك، لانه قلت له ده اكل عيشي وانا بقى لي سنه في المنطقه هناك. طبعا رفض جدا دكتور نزيه، دكتور وواحده صاحبتي كمان اللي جايبها لي وجابتها لي بالقسط ان انا تعني بيها ان انا اشتغل واعمل دخل لبيتي، لان انا ما عنديش اي دخل خالص في بيتي خالص. ما عندكيش، ما بتاخديش معاش، ما فيش، ما ليش اي دخل خالص يخصني خالص، يخصني انا جسدي، ما فيش دخل يخصني خالص غير العربيه دي. بعد ربنا جيت ماشي حضرتك، قالوا له اعمل لنا ترخيص. طبعا عملت الترخيص، عملت كل حاجه وعملت قدمت ورق وكل حاجه، عملوا لي ترخيص، حاجه اسمها ترخيص مؤقت. تمام. ماشي. اللي هو اشغال طريق او حاجه. فالمساعد المحافظ اللي هو السكرتير المحافظ عملوا لي بشهر. بقول له حضرتك بشهر ده ما ينفعنيش، لان انا ست واقف بعربيه. معلش، في ناس بتقف في معاد الاستقلال بتجري، انا كست مش هقدر اجري بعربيه وامشي في الشارع اجري بيها. ماشي. عملوا له بعد كده، رحت استلمه قالوا له ملوش دخل، يعني بمعنى اصح الشهر ما خلاص الشهر ده كمان روعه ما جيت اجيبها. فالناس ولاد حلال يعني، بعد ما مشوني من هناك جابوني هنا. طبعا هنا المرافق برضك في اثنين جوني امبارح، اول امبارح الكلام ده، عاوزين ياخدوا فلوس، فانا ما عنديش استعداد ان انا ادي حد فلوس. قال لك اصل رئاسه الحي هي اللي مبلغانا ان انت تمشي وتمشي من هنا وكده معلش عادي تاني بس عشان الصوت. ماشي. اثنين اول امبارح الكلام ده، في اثنين جوني هنا قالوا لي رئاسه الحي عاوزاك تمشي من المكان ذات نفسه وهي اللي مبلغانا. ماشي. وقال لي مدير المدرسه نفسه اشتكاكي ست شكبات. طبعا مدير المدرسه مشكوره، مراجل محترم جدا. انت هنا واقفه جنب مدرسه جمال عبد الناصر. المدير نفسه ما قالش، قال لي ما اشتكتليش يا ست. يعني هو في تعاون منه ان هو حاسس بظروفه. ايوه حاسس بظروفه، والراجل مشكور والله العظيم ما غلطش في حاجه ولا كويس معايا جدا. فجم ان هم الناس الثانيه دي قالوا لا ده هو شكيكي. فانا رحت للرئيسه نفسها، رئيسه الحي. ده حي ايه؟ ده حي الجمعه. حي الجمعه. ما لقيتهاش في المكان، ما لقيتهاش، كانت في حمله بره. فسالت ناس هناك، يا جماعه طب في شكوى جت بناء من مدرسه جمال عبد الناصر اللي اشتكوا لي ست مرات؟ قالوا ما فيش حاجه جات لنا بالاسم ده. طبعا هنا الناس ديت طبعا بييجوا يلفوا على الناس، ما كنتش ادفع يمرمطوني، شالوا العربيه ورموها لي في جنب وبوظوا لي الحاجه وعملوا عليا اليوم كله. انا روحت ولا جنيه. انت ممكن يطلع لك قد ايه يا مدام سعاد في اليوم من شغل العربيه؟ انت الاول بتشتغلي من كام لكامل؟ انا بشتغل من 6 الصبح ممكن ل 9 بالليل او 10 بالليل. ببدا من 6 الصبح عشان بعمل فيها الشاي والقهوه والكلام ده، اللي هم بتاع السيرفيز واللي هم عقبيات واللي هم كده، والعمال في اي مكان اي حد برضه بياخد مني كوبايه شاي حاجه، بضطر ان انا افتح من بدري. ماشي. وعندي بنت وولد انا اللي بعولهم، وجوزي طبعا
خلاص هو مع نفسه قاعد تعبان مش مقدر ان هو يقيل عليا. انت قلتي ان هو سابكم اصلا؟ ايوه سايبني انا وبنتي، سايبني انا وبنتي. هو دلوقتي حاليا قاعد عند عياله في مصر، هو الزوجه الثانيه ليا. تمام. قاعد عند عياله حاليا دلوقتي في مصر، ان هو جات له جلطه في دراعه ورجله، وطبعا مفيش مصاريف اللي هي بتنبعت لنا، مفيش ايجار شقه، انا متحمله كل حاجه، فانا مش عارفه اعمل ايه. انا بس عاوز الاستاذ المسؤولين يشوفوا حالتي، يشوفوا حاله الست اللي واقفه في الشارع اللي كل واحد يلطش فيها، من اللي بيمسح عربيات السايس اللي بيمسح عربيات يجي ياخد مني شاي ويمرمطني، واجي اطالبه بالفلوس يسجل لي الدين ويشتمني عشان ايه؟ عشان اللي ما خدش بياخد الشغل ما يدينيش حسابه. ماشي. انا عاوزه حد يوضع لي حل ان انا فيه، يشوف لي شغله يشغلني في اي شغلانه. ماشي. يرخص لي العربيه دي. ماشي. يشوف لي كشك. ماشي. اي حاجه، اي حاجه تشغلني عن القرف اللي انا فيه ده. انا الشارع ده مرمطوني، انا اتمرمطت في الشارع ده. انا شوف انا ولا الامن، كل الدخل كله ممكن في اليوم كله يخش لي بتاع 100 جنيه دي اللي تطلع لي. دي ما تكفيش مصروف اطفال، ما تكفيش مصروف بنت في المدرسه في تعليم، ما تكفيش ايجار شقه، ما تكفيش اكل وشرب، ما تكفيش دروس. انا مضطر انا اعمل ايه تاني؟ شارع ونزلت اجيب منين تاني واعمل ايه تاني؟ انا مش عارفه، انا مش عارفه. انا عاوز حد يشوف الحل، حد يشوف الحل في اللي انا فيه ده. انا تعبت. انا اولا هعمل مريض القلب، مريض الكلى، مع عامل خراطيم على الكلى، عندي كانت داخله في فشل كلوي وسبب ورم عندي على القلب بتاع في الكلى. ماشي. وعندي دلوقتي واخدين مني عينه قريب خالص في المستشفى، شاكين في سرطان، ان انا عندي سرطان رحم، لسه العينه ما طلعتش. ماشي. عندي 3 صمات في القلب، بقالي 16 سنه بتعالج، وبسبب برضك عنده حمى روماتيزميه على القلب، معايا اشعاعاتي ومعايا تقارير ومعايا كل حاجه. وعندي دلوقتي الكلى ذات نفسها عندي ارتجاع ميه على الكلى، لازم برضك مطلوب لي عمليه وما رضيتش اعملها، لان انا مش هقدر ان انا اقعد في العمليه 3 اشهر اركب خراطيم تاني 3 اشهر تاني غير اللي كنت مركبهم قبل كده. انا مش قادره ان انا اعملها، يعني واقفه وانا تعبانه، ويا ريت الشارع والناس سايبيني، ما فيش حد سايبني خالص. ما حدش مش سايبيني. يعني انت بتتحاربي يا مدام سعاد في اكل عيشك؟ ايوه بتحارب، ايوه بتحارب الدنيا بحالها، بتحارب الدنيا واكتر واكتر المفارق اللي هم المرافق. المرافق ايوه معلش اسف. لا ولا يهمك. المرافق ديت بصي يعني حاجه صعبه، دي حاجه اصعب حاجه شفتها. احنا بنوجه رساله لرئيسه حي الجون ولرئيس شرطه المفارق، لان هم ناس محترمين جداً. ممكن دي تكون اعمال فرديه. تمام. عايزين نساعد الست سعاد علشان هي بتجاهد ان هي تكسب قوت يومها ورزق بنتها وابنها بالحلال. ست بتجاهد زي ما حضراتكم شايفين اهي، دي بتاعه بطاطا بتسوي فيها البطاطا، ودي علب الاندومي. ثواني هاجي لحضرتك. زي ما حضراتكم شايفين كده هي بتسوي البطاطا اهي. تمام. ودي طبعا بتعمل الاندومي، ولو حد هيشرب شاي او قهوه. تمام. وبتعملها يعني الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم من خلال جريده وموقع اهل مصر بنناشد حضرتك مساعده مدام سعاد. هي عايزه ترخيص يعني، او حد لو انتم مش عايزينها تقف في الشارع ساعدوها ان هي يبقى عندها مصدر رزق. هي لا عندها لا تكافل ولا كرامه ولا عندها معاش ولا عندها اي مصدر رزق، ولكن هي ام ومسؤوله ولازم تنزل وتشتغل وتتعب علشان تلاقي دخل لبيتها ولاولادها، لان هي مسؤوله عن اسره، فلازم ان هي تنزل وتشتغل برغم مرضها زي ما قالت لحضراتكم. استاذه حضرتك عاوزين تكشف عليا، انا مستعده يعني، مستعده ان انا مش بكذب. وجهي رساله لمحافظ الفيوم. يا ريت اوجه له رساله، انا عاوزاه بدل ما يشوف الناس اللي هم وراه دولت اللي هم معلش بيشوفوا ست بتاكل عيش وبهدلوا فيها ومرمطوا فيها، انا بطالب بس ان هو ينزل هو يشوف بنفسه. انا عاوز اشوف بنفسه الست دي او اي ست نزلت واتمرمطت من بيتها وسابت عيالها ينزل يشوفها. لكن هو للاسف هو يعني لا، هو جايز دكتور احمد ما يعرفش، هو مش عارف حاجه، هو بيتهيألي يعني ان هو انسان محترم جدا جدا وبيساعد اي حد. بس انا عاوزاه يبص للست التعبانه الشقيانه ديت، عاوزاه يبص لها بعين الشفقه والرحمه ان هو يعمل لها اي حاجه. انا مش بطالب منه بحاجه كبيره، انا بطالب بعد اذن سيادته وبعد اذن وبعد احترام وادب سيادته، انا بطالبه لا يعمل لي ترخيص، لا يعمل لي كشك، لا يحطني في اي مجال شغل يحميني من الشارع اللي انا فيه ده، لان الشارع ده مرمطني والناس دي مرمطتني، كل المرافق مرمطوني، كل الحقيقه مرمطوني والناس دي بهدلتني، وانا ما كنتش عارفه اعمل ايه.
انا يا جماعه انا يا جماعه القرش الحرام سهل جدا سهل جدا 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 ما جايبه، بس للاسف للاسف احنا ما تربناش في بيتنا على كده ولا على ديننا ولا على اسلامنا ان احنا نمشي في حاجه ربنا منا ربنا الحرام ربنا حرمها. ماشي، احنا بنجيب الجنيه قط يوم بيوم، ال100 جنيه يا جماعه ان انا بجيبها يوميا هي ما بتعمليش حاجه لعيالي، بس للاسف بقول الحمد لله على اللي جيبه ربنا وحمد ربنا. فبعد اذن سيادتك بعد اذن سيادتك يا سياده المحافظ شيل اعمل لي اي حاجه اعمل لي اي حاجه ان انا بس اتشال من الشارع ده، لو حضرتك تعمل لي اي ترخيص ان انا اقف في مكان ما حدش يبهدلني، لان انا متمرمطه وانا ست عندي القلب، انا تعبانه وتعبت فعلا لما خرجت في الشارع، تعبت فعلا لما خرجت في الشارع اكتر واتمرمطت اكتر. فبعد اذن سياده اي حد سواء محافظ سواء اي حد ربنا انزله كده يشوف حالتي ويشوف انا فيها ايه. انا تعبت من اللي انا فيها يا جماعه والله العظيم. ربنا يصبرك. واحنا من خلال جريده وموقع اهل مصر احنا كنا متواجدين معاكي النهارده علشان نوصل صوتك لكل مسؤول ولكل انسان، يعني رساله من جريده موقع اهل مصر. احنا محتاجين اي يد تساعد مدام سعاد ان هي تعمل عمل شريف بكل كرامه وبكل عزه وبكل احترام. محتاجين ان يبعدوا عنها المضايقات من المره من الناس اللي بتستضعفها كست وبتستخدم اسلوب البلطجه زي السايس اللي هي بتقول عليه ده، تمام؟ وبنناشد طبعا رئيسة حي الجون، ودي شخصية محترمة أنا أعرفها شخصيا. والله لا جدا كل الناس وكل فيها. الناس إن هي بتشكر في محافظة الفيوم على فكرة جدا جدا إنسان إن هي تساعد حضرتك. بس أنا نفسي حد يساعدني والله. إن شاء الله إن شاء الله يا مدام سعادة يساعدوك، وإن شاء الله يكون في حل لمشكلة حضرتك يا رب يا رب. كنت معاكم محافظة الفيوم مع مدام سعاد، قصة كفاح لسيدة بتسعى لأكل العيش من اجل الحفاظ على اولادها، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين هي بتشتغل دلوقتي علشان تجمع اكل وقوت ولادها بالحلال، الحلال اللي هي بتسعى ليه. وزي ما هي ذكرت قبل كده ان والعياذ بالله بينها وبين الحرام ربنا طرق الحرام دي بتكون كثيره جدا، ولكن ربنا يعفو عنا جميعا ويحفظنا ويحسن خدمتنا. هي ملهاش في كده، وربنا يحفظها يا رب ويحميها ويحملها اولادها. هنقول تاني بالناشد السيد محافظ الفيوم، يا ريت حضرتك تنظر بعين الرأفة والرحمة لمدام سعاد وتساعدها علشان هي تقدر تكمل رسالتها كأم، وخصوصا ان هي شخصيا بتعاني من حالة مرضية زي ما ذكرت لحضراتكم. وربنا يحفظكم يا رب جميعا. كنت معاكم من محافظة الفيوم، مراسلتكم في الفيوم مراسلة جريدة وموقع اهل مصر هبة محروس الشاهد.